عبرت أسو عن فرحتها بوصول هاشتاغ اللي بيحمل اسمها على تيك توك لأكثر من 400 مليون مشاهدة، وعلقت بي أحبكم. رضا الوهابي عم بيحضر لفكرة فيديو جديدة وصفها بالخطيرة، حيث كان سعيد جدا بهاي الفكرة وباشر بالعمل عليها وحط خطة كاملة للعمل. أخيرا ساليت الفكرة اللي قلت لكم البارح طاعت عليها، أنا ما نوريكمش البلاصة اللي فينا دابا حيت باقي كنجهز فيها، هذه البلاصة اللي فينا نولي نخطط الأفكار، والفكرة ديال البارح تخطات بنجاح، خاص غير شي حاجة بسيطة جدا وتكمل الفكرة. أحب الجمهور الثنائي غيث مروان ورغدة بفيديوهاتهم مع بعض، فصداقتهم عم تكبر يوم بعد يوم، فتعرفوا على بعض بشكل كتير منيح قبل أشهر، فصاروا عم بيشاركوا عدة فيديوهات مع بعض، فآخر فيديو لهم مع بعض نزل اليوم على قناة غيث مروان، واللي كان خليت رغدة تختار لي لبسي، اعترفت لي، وشاركت رغدة هاي الصورة على انستغرام. فمن بعد كل هالفيديوهات والصور مع بعض، ومثل دائما كل ما يصور اثنين مع بعض تطلع اشاعات يزعم فيها البعض انهم على علاقة، فشو رأيكم انتو؟ علاقة غيث ورغدة هل هي علاقة صداقة او حب او في طريق الحب؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. اما نور ستارز فنزلت مبارحة هالستوري الغريب واللي كان مكتوب عليه: من كثر ما حفظت اللي بيراقبوني والمدققين في حياتي صرت اقلق عليهم اذا ما شافوا الستوري. فمين برأيكم تقصد نور ستارز بهالكلام؟ أصالة المالح فاجأت المتابعين بهالصورة واللي بيّنت فيها أنها قصت شعرها، وبعدها شاركت هالريل على صفحتها على انستغرام أظهرت فيه النتيجة النهائية، فشو رأيكم بلوك أصالة الجديد؟ أما نارين فدائما بتشارك تطورات زيادة أو انخفاض وزنها على الستوري، وهالمرة كانت كتير زعلانة وغير راضية عن وزنها. وزني 46 لا 47 46.9 اوكي، يعني من قصة الخ**ة اللي زدته بشهر. ليش عندي كرش؟ المفروض يروح الكرش عالي اللي رأيه.